فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كيف نجمع بين الآيتين؟ ما بينهم تعارض. خالدا فيها ما هو معنى خالد فيها خلودا دائما، خالدا فيها يعني يطول تعذيبه، يطول تعذيبه خلودا مقدرا وليس مطلقا، لأنه مسلم. والخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس، الجمهور يقولون إذا تاب القاتل عمدا، تاب إلى الله، يقبل الله توبته، يقبل الله توبته فلا يعاقبه يوم القيامة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: لا، لا تقبل توبة القاتل، بل لا بد من تعذيبه بما ورد في الآية، ولكنه لا يخلد في النار. يقول: لا بد من تعذيبه ولا يسقط تعذيبه التوبة. هذا الخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور. نعم، وهم متفقون، ابن عباس والجمهور متفقون على أنه لا يخلد في النار دائما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.